بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر ذي بالي. بسمك اللهم نمضي على طريقك فثبت اللهم أقدامنا على طريقك أهلا بكم في الطريق إلى الله نتحدث اليوم عن الغيرة باعتبارها من منازل السائرين في الطريق إلى الله عز وجل واسمحوا لي أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أهلا بكم يا مولانا مرحبا مرحبا أهلا أستاذ حسن الغيرة لها مستويات ودلالات كثيرة في حياتنا الإنسان يغار على محارمه الإنسان يغار في إطار المنافسة الشريفة التي ينطلق منها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في مجالات كثيرة في هذه الحياة وفي الطريق إلى الله في المنافسة يعني يعني إن الله لا يغار أو إن العبد إن المؤمن يغار وإن الله يغار وغيرة الله أن لا يأتي أو أن لا يأتي العبد ما حرم الله في هذا الاطار عايز اعرف الغيره عشان افهم كيف يغار الله على عبده نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم. اما بعد فكما تفضلت سيادتك الغيره ونحن في هذا الاطار لو تتذكر احنا بدانا في الكلام في مقام المحبه او الحب فطبعا يرتبط بهذا المقام الغيرة يرتبط به الكلام عن الشوق دي مترتبة دي كلها دلالات أو إن شئت مقامات وأحوال تتعلق بمقام المحبة م. عندما تصل المعرفة بالعبد إلى هذا المقام مقام المحبة حينتج أو يتولد عنها أحوال م. آه، هذه الأحوال قد تشكل منازل للسائرين منها الغيرة ومنها الشوق كما سنرى الذي سيأتي بعد ذلك آه، الذي آه. سيأتي بعد ذلك والغيرة قال الأستاذ ده كلام الشيخ آ آ آ القشيري <مم> لما اتكلم عن الشيخ أبي علي الدقاق عندما يقول في كتابه قال الأستاذ يعني أبي علي الدقاق أيوه. يعني قال قال الأستاذ هي الغيرة كراهية مشاركه الغير كراهيه مشاركه, مشاركة الغير. الغير اه ما يحبش الغير يشاركه في هذا الامر او في هذا الشخص او في امر من الامور يعني وورد في الصحيح يعني في البخاري ومسلم في مراه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الله يغار وإن المؤمن, وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه آه. غيرة الله هو أن تنتهك محارمه وكان أيضا غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه كان لانتهاك محارم الله عز وجل هو أن يغار المسلم في الله نعم آه. قال تعالى إنما حرم إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الحرمة دي ليه غيرة من الله تعالى غيرة على ما يستقيم به أمر الناس غيرة على ما يستقيم به أمر الدنيا والآخرة وفي الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بقول للصحابة أتعجبون من غيرة سعد لأنا إن سعد غيور وإن الله غيور ولا أنا إن سعد غيور ولا أنا أغير من سعد والله أغير يعني إيه أنتوا بتتعجبوا إن سعد سيدنا سعد كان غيور في الله وفي الحق في كل حاجة اه, آه. ف يعني كان عنده حدة الغيرة شوية باينة عنده حتى روية إن مرة كان بي آه يعني حد من الصحابه بياكل تفاحه او شيء من هذا القبيل وكان معاه وزوجته او كافة ده التفاحه تاكل تاكل منها فقام غضب فتقريبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل احد الروايات في مناسبه هذه الروايه قال اتعجبون من غيره سعد ان الله غيور وان ان لا انا اغير من سعد ولا والله اغير منا في قوله تعالى: "وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا" وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا، قال قال السري السري السقطي رضي الله عنه أحد الأكابر قال لأصحابه: "أتدرون ما هو هذا الحجاب المستور؟" قال هو حجاب الغيره ان الله سبحانه وتعالى غيره على الا يلج الى علمه والى دينه من ليس اهل من الكفار الجاحدين الذين جحدوا الحق فجعل بينهم وبين حقائق هذا الدين حجابا مستورة لكي لا تنتهك لكي لا تنتهك آه. لانه مش عارف قيمتها فدي الغيره عندما تعرف قيمه الشيء تكره ان يشاركك فيه غيرك والغيره قالوا غيرتان نوعين يعني من الغيره غيره الحق على عبده ها وغيره العبد للحق ولا نقول غيره العبد على الحق ما ينفعش. هنشوف ليه. غيرة الله عز وجل على عبده أه تكون بأن الله سبحانه وتعالى يغار على هذا العبد أن يكون لغير الله. أن تكون طاعته لغير الله. لا هو نفس العبد. أه. طاعته دي درجة. ان تكون ها ان يكون هذا العبد باعماله وانفاسه وروحه مم. وحركاته وسكناته وفكره ومحبته وكل شيء لغير الله تعالى اعزازا واجلالا لهذا العبد مم. الله سبحانه وتعالى بيحب عبده ويجله الغيره تاتي نتيجه المحبه فلا يحب ان يكون عبده لغيره سواء بأعماله أو طاعاته أو محبته أو عبادته يريده عبدا خالصا له ولذلك يقول ابن عطاء الله فيما معناه إن كنت أذكر جيدا أجلك أن تكون لغيره فسخر لك الأكوان يعني ربنا سبحانه وتعالى إجلالا لك وإعزازا ومحبة لك أجلك أن تكون لغيره وعشان ما تنشغلش بغيره فسخر لك الأكوان عشان ما تبقاش مشغول بأكلك ولا شربك ولا رزقك ولا أي حاجة أجلك أن تكون لغيره عشان ما تعبدش إلا هو عشان ما تعرفش إلا هو لأن عبادته يعني معرفته فمش عاوز يشغلك بحاجة صغيرة تافهة أجلك أن تكون لغيره فسخر لك الأكوان ده مش كده وبس ده بل زي ما بيقول جعل الدار الآخرة محلا لعباده الصالحين ليه؟ لانه اجل مقدارهم على ان يجازيهم في دار لا بقاء لها الفانيه نعم لانه جعل الاخره محلا لعباده لان هذه الدار لا تسع الدار الدنيا دي ليه جعل الجزاء وثواب المؤمن في الاخره مش في الدنيا؟ ليه؟ لان في الدنيا يعطي المؤمن والكافر يرزق المؤمن والكافر. عطاء الربوبيه. ملهاش دعوه. إيه بنقول اه. بنقول على الله عليه عطاء الربوبيه. آه. آه. لكن الجزاء الخالد ده والثواب في الاخره ليه؟ جعله ليه؟ لان هذه الدار لا تسع ما يريد سبحانه وتعالى ان يعطيهم. الله. ها؟ واجل مقدارهم مقدارهم على ان يجازيهم في دار لا بقاء فيها. دي فانيا. فاذا كان ده اجلال فمن هنا كانت غيره الله على عبده من ان يكون لايه؟ لغير الله لغير الله عز وجل اجلالا له واعزازا وتقديرا. نيجي للعبد غيره العبد على ربه. عفوا لربه غيره العبد, أيوة العبد ان يغار في الله ان, أن يغار عليه. الغيره على الله جهل. تؤدي إلى الهواء ده صاحب هوى تؤدي إلى أهواء ده نفوس لكن غيرة للحق والغيرة للحق دي إما أن تكون من نفسك وإما أن تكون من غيرك يعني تغير من نفسك, تغير من نفسك أن أي تضن عليها أن تكون لغير الله أيوه أن تكون طاعاتك لغير الله أن تكون عباداتك لغير الله ها أه؟ انت بتجل انت ما ينفعش انك تكون بتغير من نفسك النفس دي مفروض تكون لله لحاجه اعظم عبادتها لله معرفتها لله آآ 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 انفاسك لله كل شيء لله طاعاتك لله عشان كده مولانا ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في حزبه الكبير يقول اللهم اني اقدم اليك بين يدي مم. كل نفس كل نفس وطرفة ولمحة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض الله كائنا أو من قد كان في علمك كائن أو من قد كان مم. اللهم إني قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله كل هذه الأنفاس واللحظات وكل هذه اللمحات يا رب لك يظن بها أن تكون لغير الله شوف الغيرة يظن أن تكون هذه الأنفاس لغير الله تعالى فده يعني نوع من الغيرة للحق من نفسك أما الغيرة للحق من غيرك إنك تغير أن تنتهك حرمات الله يعني مولانا زي ما يقول إنما هي غضبة في الحق بالضبط. هل هذه الغضبة هل أن تنتهك اللي هي, أنا هي بقى هي ده تجلي من تجليات الغيرة نعم لله أيوة. وللحق الغضب ليه؟ آه. اللي خليك ت... ما هو الغضب نتيجة الغيرة، الغضب له أسباب كثيرة أي. أي. أحد هذه الأسباب الغيرة فغيرة للحق من غيرك أي ممن انتهك الحرمات إما من نفسك إنك ضننت بها أن تكون لغير الله فإذا بتخليها لله أو غيرة غيرة للحق من غيرك لأنه إنتهاك حرمات الله فأنت في هذه الحالة إيه؟ بتغيير لله تعالى لإنتهاك حرماتي فتغضب لذلك مولانا يعني بهذا المعنى أن يكون الإنسان بحركاته بعباداته بطاعاته بكل ما فيه وما له وما عليه في هذه الحياة أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بالضبط طب يعني الغيرة هنا غيرة الله على العبد وهو أن يأتي العبد ما حرم عليه في هذا الإطار وفي هذا المعنى وفي هذا السياق عايز أتصور التقصير هو كل ما كان فيه تقصير كل ما كانت فيه غيرة من الله على العبد كل ما أقصر وهذا يعني أن أستدرك ما فاتني من طاعات وأن أأتي بهذه الطاعات مرة أخرى وأن أخلص وأكتئب فيما بقي نعم سوف نرى هذا في درجات الغيرة م. في درجات الغيرة أن الدرجة الأولى أنك أنت غيرة على قضاء الحقوق يعني اللي ضاع منك غيرة على قضاء الحقوق والدرجه الاعلى غيره على انقضاء الحقوق والثالثه غيره على الانفاس من ان تتعلق بغيره برجاء او تتعلق بعطاء دي درجات وايه معنى يعني ايه غيره على قضاء الحقوق وغيره على انقضاء الحقوق ابن عطاء الله بيعبر ان طبعا الكلام في ابن الشيخ الهروي دقيق عن هذا وصعب شويه لكن انا ببسط عن ابن عطاء الله آه آه, آه, اه اه لكن انا بجيب تعبيرات ابن عطاء الله البسها للمعنى آه اوضح بيها اقرب شويه آه آه. ايه للي 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 يعني للذوق العام يعني او الوسط يعني ابن عطاء الله له حكمه يقول فيها ايه؟ حقوق تقضى في الاوقات وحقوق تنقضي بانقضاء الاوقات معنى دي ايه ما هي الحقوق التي تقضى معنى. في الاوقات وحقوق تنقضي بانقضاء, بانقضاء, بانقضاء الأوقات. الاوقات او فيما معنى آه آه. يعني ايه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب مم؟ كتابا يعني فرض موقوتا في وقت معين ان فاتك كتابا ان فاتك فرضا الفرض فاتك هتقضيه يبقى دي حقوق تقضى في الاوقات يعني إن فاتك فرض من هذه الفروض تقضى, تقضى في وقتها تقضى نعم أو في وقتها يبقى دي حقوق تقضى في الأوقات تمام خلاص هتقضيه هتعوضه يبقى دي أول درجة اللي هي إيه تعويض أنت الغيرة بقى على ما فاتك من حقوق وجبت عليك في أوقاتها فأنت تعوضها بقضائها أما الدرجة الثانية بقى اللي هي وحقوق الأوقات تنقضي بانقضاء الأوقات اللي هي كتابا إيه موقوتا موقوتا أيوة يعني بركات وأنوار ونفحات وأسرار الفجر النهاردة غير بركات وأسرار ونفحات فتتني وأنوار دي. <applause> بتاعت النهاردة غير بتاعت بكر غير بتاعت امبارح غير بتاعت مئة سنة فاتت غير بتاعت ألف سنة جاية الواجب اللي عليا في الوقت اللي ربنا مقبل علي فيه الآن ها سواء كان الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب يختلف عما يجب علي ويختلف بأنواره وأسراره ونفحاته وبركاته عما كان بالأمس أو أول أمس أو مئة سنة فاتت أو مئة سنة ستأتي لأن لكل وقت جديد عليك فيه واجب جديد الله فدي القضية ففاتك وعشان كده الشيخ بيقول إيه؟ إن في الدرجة الثانية الغيرة على انقضاء الحقوق وهي غيرة قاتلة هتعوضها إزاي؟ خلاص واخد بال حضرتك؟ فاتك فيها ما فاتك ما فاتك خلاص ولكل لحظة من مش كل بقى وقت من أوقات الصلاة يعني لأ ده كل لحظة كل نفس كل نفس يتجلى الحق على الكون فيه بتجليات لا تنتهي لو توقفت لحظة لهلك الكون وده معنى في غاية الدقة لا يعرفه إلا أهل الأنفاس يعني حينما نتعرض لهذه المعاني وما يتعرف أو ما يعرفه أهل الأنفاس نعود لحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ونعود إليكم أهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود إلى هذا المعنى الدقيق جدا والرائع آآ في آآ فكرة أن النفحة يعني نعم. في, في معنى فلسفي كي يقول لا يشرب الإنسان من مكان واحد في النهر مرتين يعني نعم. لأن الماء بيجري <تصفي> والأنهار بتجري نعم. البحار نعم. لا تجري جنات تجري من تحتها الأنهار هكذا الأنهار بتجري نعم. البحار ما هكذا تجريش في هكذا فيوضات الله سبحانه هكذا فيوضات؟ نعم الله نعم. نعم في كل لحظة الكون بالله عز وجل بتجليات الله الكون متجدد لان ثراء الله لا ينتهي وغنى الله سبحانه وتعالى لا ينتهي ثراء دائم وتجدد دائم انت لا تعيش يعني ثانيه بثانيه الا بالله تعالى والكون لا يتحرك ثانيه بثانيه الا بالله طاقه متجدده نفحات متجدده دائما للاكوان هذه النفحات ثراء غني تتجدد دائما اللحظه دي ليست كاللحظه التي بعدها بما فيها من انوار تختلف وفيوضات ونفحات وعلوم واسرار الى اخره كل هذه الفيوضات والانوار يقابلها واجبات علينا اهل الله يفهمون هذا المعنى عشان كده ابو الحسن بيقول له اقدم اليك بين يدي كل نفس أيوة كل نفس كل نفس وطرفة أيوه ولمحة أو ولمحة وطرفة يطرف بها مش أنا بس أهل السماوات وأهل الأرض يظن بأنفاسه وأنفاس الخلائق من أهل السماوات وأهل الأرض أن تكون هذه الأنفاس لغيرك يا رب الله يظن بها لأن ما هو الغيرة إيه أن نفاثة الشيء يجعله يظن به على من سواه ولذلك صاحب المنازل الامام الهروي استشهد بقوله تعالى حاكيا عن سيدنا سليمان ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق اللي هي الخيل اني احببت آه حب الخير حب الخير على ذكر ربي فهو آه حتى توارد بالحجاب نظر لها استحسنها لحد ما اختفت بالحجاب فاللحظه دي اللحظات دي ايه ربنا بيعلمنا غفل فيهم هو يقدر قيمه هذه الانفاس قال ردوها علي عقابا لنفسه فاخذ ايه مسحا بالسوق طبعا في التفسير تختلف ان البعض يقول بالسيف والسيف لا هاي تقطيعا ولا مجرد ضربا والتفاسير الاخرى بتقول انه كان ضرب يعني كنوع من الايه من الـ التعبير عن أهمية الغفلة في هذه اللحظات بالنسبة لذكر الله عز وجل ولذلك قال الهروي الغفلة عفوا الغيرة هي سقوط سقوط الاحتمال ضنا والضيق عن الصبر نفاسة يعني ايه سقوط الاحتمال ضنا اي عجز الغيور ها على ان يتحمل أن يضحي بهذه الأنفاس الثمينة جدا الثمينة الغالية جدا الغالية قوي لغير الله أيوة. تعالى مش قادر عجز م. الغيور أن يضن بهذا الشيء الثمين م. لغير الله تعالى ها ما يتحملش سقوط الاحتمال ضنا يضن به مش قادر يبخل به يعني والبخل ده هو غاية الكرم عند الصديقين شوف المعنى اه المعنى بغايه بيخل... الكرة مختلفه آه. لان هنا ايه دايما نهايه الشيء هي بدايه الايه الشيء زي ما نقول ايه اخر لحظه في ظلمه الفجر هو باول اخر الليل. لحظه في ظلمه الليل اوله هي بدايه بزوغ الفجر آه. هي اقوى شيء اخر لحظه في الليل هي بدايه الفجر الجر. قوه الايه اللي فيها بذره الايه النهار الجديد القوه بتاعته فهي غاية الضن دي هي ايه؟ غاية يقص. الكرم عند ايه؟ الصديقين الله وقول لك ايه؟ والضيق عن الصبر نفاسة لنفاسة هذا الشيء او هذا الامر عادر. مش قادر اصبر عليه هو لا اه, آه. يضيق ذرعا آه. ما يقدرش يصبر انتوا بت... انتوا بتلوموني ليه؟ آه. آه. ها؟, ها؟ حلو بتلوموني ليه؟ يا لائمي في الهوى العذري معذرة انتوا مش قادرين تفهموا مني اليك اه فايه ليه؟ لان الصبر مش قادر ايه يصبر على لنفاسه هذا الشيء وهكذا مولانا يمكن برضو اني كلي اصبح لله نعم ربي لا تكلني لنفسي ولا لاحد طرفه عين نعم هذا هو المعنى معنى من معاني انني لا انصرف ابدا عن ربي نعم. ولا اذهب لغيره ابدا ان تكون به نعم نعم من الكمال ان تكون بالله ولا يَكِلَكَ الى نفسك طرفة عين ولا اقل من ذلك ولا تمام. ادنى اه نعم ولذلك اللي يعرف هذا المعنى الانفاس دي هو ده العالم احنا قلنا ايه؟ ليه الراجل اللي هو لما ال ال شوف درجة العلم العفريت قال له انا اتيك به لان حيخرق الاسباب وقال الذي عنده, عنده علم من الكتاب انا اتيك قبل ان تقوم مقامك ده عفريت من الجن لكن وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اللي عنده علم ده مش علم نظري ده هو لم يضيع نفسا في غير حضور مع الله تعالى عشان كده قال وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ترفك طرفك قبل ما تغمض وتفتح النفس ده كل لمحة وطرفة يطرف بها اهل السماوات واهل الارض هو ما ضايحها. عشان كده ايه اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وده معنى دقيق فادي العلم لذلك مولانا كل الاشياء تدل على لا. بعض بمعنى لا. ستكون عبدا ربانيا نعم تقول للشيء كن فيكون في طرفة عين, في طرفة عين. لا. لا. يعني لا. هذا يدلل على ذاك كل النصوص تخدم بعضها لا. لانها لا. كلها في السياق في الطريق لا. الى الله مش كده ولا نعم نعم لا. لا. لا شك نعم مفيش مفيش تناقض لا. حتى اذا يعني رأ... اعلى درجات المعرفه من اعلى درجات المعرفه ان يكون بالانفاس ولذلك ايه يعني ولذلك في كتاب للامام الجنيد اسمه عباده الانفاس ازاي انت ما تضيعش نفس ازاي النفس ده ما يروحش في غير إيه؟ ذكر الله عز وجل ها؟ ولذلك الدرجه الثالثه اللي بعد قلنا اللي هو الغيره على قضاء الحقوق الغيره على, على انقضاء الحقوق. الحقوق الله وده معنى دقيق وعن ايه <applause> الغيره على الانفاس بمعنى ايه اللي هي الدرجه الـ 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 الاخيره الغيره من ان تتعلق النفس برجاء النفس برجاء او يلتفت الى عطاء ده النفس النفس نفس. مش النفس 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 نعم ألا يتعلق برجاء ولا يلتفت إلى عطاء هو متعلق به بس بقى هو مشدود به بقى النفس به فخلاص فدي طبعا يعني مقامات رفيعه في الغيره اللي بتأتي نتيجه المحبه في معرفه الله عز وجل يعني ربما نسمع أشياء نريد أن نتأكد منها يقول لك بين النفس والنفس يعني فرج وفرج وامور و و و و كثيره جدا هو ده يعني ده ده العمليه جزء من الفمتو ثانيه يعني مش نعم. من, نعم. من الثواني دي خلاص نعم. ده في قياس ثاني نعم نعم ما هو ما من شيء يكتشف مم. في الدنيا الا وحقيقته هي الحقائق اللي احنا بنتكلم فيها دي انت بتكتشف دي مش بت... انت بتكتشف مش بتجيب حاجه مش موجوده هم عارفين ان في ولا اقل من ذلك ولا ادنى آه. زي ما جه في الحديث مثلا ولا اقل من طرفه عين والنبي بيقول لك ايه؟ ولا ايه؟ ولا اقل من ذلك، اذا في اقل من طرفه العين. ما هو الطرفه دي الثانيه، اذا في اقل من الثانيه. واخد بال سيادتك؟ ولذلك المشايخ يقولون ان ما يرد على القلب في اللحظه الواحده، اللحظه يعني الثانيه من جيوش الخواطر لا حصر لها. اذا بياتي اقل في اقل من ثانيه جيوش من الخواطر، يعني من الفيمتو ثانيه. بترد على القلب فكيف تدافعها إذا كانت ها إذا كانت الخواطر دي سيئة أو إذا كانت مختلطة إزاي تفرز الخواطر الطيبة تطلعها والغير طيبة اه الطيبة تاخدها والغير طيبة تطلعها بره طب ما اه الإنسان بطبيعته يعيش وسط زحام اه الحياة فيغير على محارمه مم. يا غير في فكرة المنافسة في العمل أو في اللي عايز يبقى يعني المنافسة الشريفة مش مم. عايزين نقول كل نعم. واحد يتمنى أن يكون في مكان مم. أفضل مم. هل هذا يتنافى مع هذا المعنى العام أو المعنى الأجمل في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عند أهل الله والغيرة والمعنى الحقيقي للغيرة لا يتنافى ولكن فرق بين المنافسة أه؟ وبين الحسد. ايوه. في منافسه مرتبطه بالغبطه. الغبطه دي ايه؟ ان انا أه 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 بغبطك اتمنى ما عندك, أه؟ ما عندك دون زواله دون زواله ما اكرهش. انا اتمنى يبقى عندي زي اللي عندك. بس ما اكرهش يبقى عندك كده. واخد بال حضرتك؟ فالغبطه دي تجعلني اتنافس انافس عشان يبقى عندي ايه؟ ما عندك. لكن الحسد ان هو بيشوف اللي عندك يقوم يحسدك عليها تمنى زواله فالمنافسة في الحقيقة اجتهاد ومسابقة لكن الحسد عبارة عن ايه مهانة وعجز هو مش قادر لا, يو لا يستطيع هو شاف اللي عندك وكويس لما اعجب بيه عجز على أن يأتي بمثله عجز على المجاهدة عجز على إصلاح نفسه عجز على أن يأتي بمثل ما تأتي فيقوم مع العجز والمهانة يتحول إلى حسد ولذلك المنافسة فيها مسابقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في قدرات متساوية سابقوا إلى مغفرة من ربكم آه. مسابقة مسارعة لكن الحسد ده مهانه ده عجز فبالتالي مش قادر يقوم يصبط غيره يهد غيره يحقد يحسد يحقد يحسد, يحسد يحارب غيره عشان هو بيتمنى الزوال فمش قادر يزيل اللي عندك فيقوم يحاول يعني نحقق هذا الزوال بصورة أو بأخرى غير مشروعة فده طبعا الحقيقة ظاهرة مرضية موجودة في الإدارة في الأعمال آه في الأسواق ضمن أسباب آه. الفساد الإداري دي شيء مهم عشان كده مش مدركين أهمية التصوف في العمل التزكية نعم التزكية آه. الله عشان أحد أهم أسباب الفساد الإداري هي هذه مم. مم. اللي إيه الـ 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 هذا الجانب من اللي إيه الحسد واخد بال حضرتك أيضاً في مجال التجارة مم. في مجال التجارة في مجال الـ 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 السياسه حتى واخد <applause> حضرتك في كل المجالات في مجالات الفن في كل شيء تجد ان ما ينزلق سرعان ما ينزلق الانسان الى الحسد لو هو واثق بالله تعالى وبما عند الله عز وجل وأن الله قادر على شيء ها لا, لا 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 عمل ولا جد ولا اجتهد لا تسالني عن ذاك الشيء وجاهد أنت فقد تكرم. جاهد. ومن جاهد شاهد. حيلاقي. ومن جد, كمان ومن جد وجد كما نقول في نعم. هذا الإطار نعم. البسيط جدا. نعم. وفكرة أن الإنسان نعم. عنده ما نعم. دام لديك أو وهبك الله نعم. هذه الطاقة هذه, الدنيا الدنيا نعم. نعم. هذه الإمكانيات نعم. فالمنافسة تكون شريفة ما نقول نعم بشكل بسيط نعم جدا أن تكون منافستك نعم شريفة في هذه نعم الحياة نعم وبقدر نعم موهبت نعم وتجتهد فيها سوف نعم تصل نعم وتثق أن دي كلها أرزاق توزيع رباني سبحانه وتعالى <applause> أنت بتعرض ربنا في إيه ما هو دي فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أنت تنظر بالمنظور الرباني ده قسمة من الله عز وجل خلقه وهو علام ففي الحقيقة أنت تنازع الحق في قسمته أنت مش مدرك ده الإنسان ده ما يستاهلش عندي أنا بس بقى في هذا المنصب أو في هذا المكان أو هذه المكانة أو عنده هذا المال فلان ده عارف الكلمة دي في غاية الخطورة على قلوب العباد اللي هي إيه يا مولانا اللي أنا أنظر يقول أقول فلان ده اللي كان ما عرفش إيه بقى عنده ده فلان ده اللي كنت أنا ده اللي أنا الناس بتجري وراه. فلان ده اللي ماسك المنصب ده. ده ما بيفهمش حاجة. ده عندك أنت. عند ربنا حاجة تانية. أنت تنازع الحق في قسمتي تنازع الحق في قسمته. طب ربما يا مولانا إن هذا الإنسان برضه ما إحنا خلينا برضه نتكلم في بعض يعني بعض الفعل في حياتنا ونوزنها. على ميزان اهل الطريق نعم. يعني شايفين اني يعني اذا وسد الامر لغير اهلي فانتظروا الساعه نعم. طب انا شايف الانسان ده لا مش غير يعني جدير بالمكانه دي فبقولها من باب التوصيف مش من باب الحقد مش من باب الحسد من باب اني لا ده الصح كان يجب ان يكون من فكره رؤيه نقديه للي قدامي الله يفتح عليك في هذا أيوة دون حسمه. القضية قضية مش حاجة أعمال قلوب أيوة دون حسد ومع ذلك على حد علمك على حد علمك والله هذا ليس أهل والحقيقة عند الله تعالى إنما أراد ذلك لحكمة أيوة. يعلمها سبحانه وتعالى ترتيب رباني ترتيب الأسباب الربانية دي نحن نعجز عن إدراكها أيوة فهو سبحانه وتعالى أراد لا يحدث في ملكه غير ما أراد كيف تثق في حكمة الله تعالى مش معنى كأنك ترضى احنا قلنا في فرق بين ايه الحكم الشرعي والحكم القدري الكوني الحكم الشرعي عقل وأسباب ده ما يصلحش لكن دون حسد دون, دون حسد. غيرة دون حسد آه ايوة وحكم قدري تسلم لله فيما اراد باطنا تسلم لله لانه لا يمكن ان يحدث في ملك غير ما يريد لحكمة اعجز انا عن معرفتها. وربما وانا سارجع بعد الفاصل الذي سنخرج اليه الان فكره ان انا ربما يعني اؤمن بهذه الحكمه واقول يا رب دي حكمتك ولكن عشان الانسان يثبت او يثبت لنفسه ان النيه خالصه من هذه من هذا الحسد ادعو له بالتوفيق. ساعود الى هذه النقطه ولكن معي الاستاذ شمس الدين معي على التليفون استاذ شمس اهلا بك. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندم استاذ حسن يا اهلا وسهلا يا فاني. انا احبكم في الله لوجه الله تعالى احبكم الله يا سيدي. ونحن نحبك في الذي احببتنا فيه انا عايز بس فضيلة الدكتور مهنا مش عارف اقدر اوصل السؤال ولا لا اتفضل يا سيدي اتفضل يا فندم هو فضلت بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيغار على المؤمن من المحرمات. ايوه يغار على المؤمن من المحرمات ايوه. معرفش انا فهمتها صح ولا لا. فهل صح. بالنسبه للكافر هو بيغار عليه او لا منه؟ حاضر. سبحانه جل شانه. حاضر. والسؤال الثاني هل الغيره الدنيويه ممكن تنقلب لحقد وحسد؟ حاضر. بشكرك يا استاذ شمس على السؤال السؤالين. في اسئله تانية يا فندم؟ الله يبارك فيك ورحمة بشكرك ورحمة. شكرا جزيلا سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنجيب على هذه التساؤلات ونكمل البحث عن الإجابة على تساؤلات كثيرة في هذه الحياة لنستقي من أهل الطريق ما يقيم المعوجة في هذه الحياة فاصل ونعود إليكم اعزائي المشاهدين فضيله مولانا معايا العديد من الاتصالات التليفونيه معايا الاستاذه منى من القاهره استاذه منى اهلا بيكي يعني حتى تعود الاستاذه منى معانا الاستاذه جيهان استاذه جيهان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا مرحبًا. يا اهلا حسن. وسهلا اتفضلي يا فندم ممكن أت... ممكن اكلم الدكتور مهند بكل سرور بس, بس سورو. حضرتك يعني علي صوتك شويه بعد اذنك ايوه حضرتك، حبيبتك سؤال هو موضوع عن الغيرة و... ويعني وأصولها ودرجاتها، أنا متجوزة أيوة. بقالي 20 سنة. أيوه. فأنا كنت عاطية الثقة الكاملة لزوجي أيوة. ولا بسأله أنت رايح فين ولا جاي منين تماماً، تمام. تمام. لغاية ما اتسحب مني خطوة خطوة هو وماله وكل ما يملك، ما عرفش عنه حاجة، فأنا في مشروع طلاق. فساب البيت وساب لي بنتين واحده في كليه والثانيه مريضه يعني بنتين ولايه محتاجين لاب الراجل مم. هو طبعا كان سايبنا هو ما بيغش لا على ولا حاجه ولا بيقول لي انت بتجيبي فلوس منين عشان تكملي الاكل اللي احنا بناكله فدلوقتي الحكم انا مشيت بما يرضي الله البنات دول المريضه اللي عايزه علاج بقلوفات في الشهر ومشى وسابها والبنت اللي في الكليه اللي عايزه برضه مصاريف وجواز مم. فدلوقتي دول مين فرقتي وانا الحمد لله بشتغل وصدق دول حكمهم ايه عند ربنا لما يقطعوا علاقتهم بباباهم مين اللي عاق فيهم الاب ولا هم حاضر وايه الحكم لما هم هم مش طايقينه هم مش عايزين يسمعوا اسمه حاضر يا فندم بشكرك استاذ جيهان معايا الاستاذ احمد من سوهاج استاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام, عليكم. ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم يعني س... في انتظار الاتصال مره اخرى مولانا احنا معانا سؤال من امبارح سؤال امبارح كان اخونا الكريم بيسال بيقول كل ما اقتربت من الله حسيت بان عملي اللي بعمله قليل كل ما عرفت اكثر كل يعني ما تعاظم قدر الله سبحانه وتعالى امامي وبنت كل ما اعمل حاجه صغيره قوي فازعل واحزن ده ايه ده؟ العكس يعني كلما عرف الانسان وعلم كلما شعر بجهله وكلما أدرك عظمة الله كلما أدرك حقارته. وكما قالوا أن حقيقة المعرفة أو الإدراك هي العجز عن الإدراك، ولذلك قالوا العجز عن درك الإدراك إدراك. يعني الإنسان كلما اقترب من الله تعالى وعرف عظمته سبحانه وتعالى هذه العظمة لا تدرك. هذا عدم القدره على الادراك في حد ذاته معرفه مم. كان غايه معرفه الخلائق بالله تعالى هو التحقق بالعجز ليس مجرد العجز لا هو من ناحيه العجز ما هو عاجز طبيعي مم. لكن ان تتحقق من نفسك وتحقق في نفسك هذا العجز هو اي انك بذلت قصارى جهدك مم. لمعرفه الله فتحققت انه اعظم من ان تعرفه انت فدي ايه نوع من درجة من درجات المعرفة، الإنسان يسعد بهذا ولا يحزن، وأيضا كلما أدرك عظمة الله شعر بضآلته وبضآلة من سواه، فدي درجة من درجات المعرفة فهذا ممن أو مما يسعد به العبد لا مما يحزن من أجله. مولانا اذا رحنا للسؤال لسؤال الاستاذ شمس الدين عنده سؤالين هل يغار طب الكافر بقى يعني ربنا يعني هل يغار الله سبحانه على عبده الكا العبد الكافر اللي ما, ما 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 سلكش طريق الحق اليه المولى عز وجل يغار على عبده المؤمن يخصصه لنفسه ظن به ان يكون لسواه أجل قدره ان ينشغل بغيره م. اما الكافر الذي اعرض وجحد هذا فالله يغار على حرماته من هذا الكافر ويغار على علمه ومعرفته من هذا الكافر لا لا يغار على الكافر نفسه آه. 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 الغيره والحقد يعني آه الفرق ما بين الغيره والحقد آه. نعم الغيره آه ان تعلقت بالله تعالى لا يكون معها حقد ابدا ولا كراهيه ولا حسد انما يكون الحقد والحسد مع الغيره عندما يكون التعلق بغير الله تعالى <applause> التعلق بالنفس التعلق بالهوى كما قلنا ان المنافسه غبطه هو في غبطه لكن الحسد ده كراهية فبالتالي تختلف فهنا الغيرة عندما تتعلق يتعلق بها حقد تعرف أنها ليست لله تعالى وإنما غيرة للنفس غيرة للهوى وده خطر م. على الإنسان ده خطر على الإنسان أنه حيمتلئ كراهية حيمتلئ حقد حيظلم قلبه وأكثر شيء اللي هو على الإنسان الحقد هنا أنه بيفتت كبد الإنسان الحاقد. الح... الـ الـ الحقد, الحقد يفتت كبد الإنسان الحاقد. ده ممكن ما ناخدهاش مم؟ على المجاز. نعم. ده على فكرة ما هو دي دي على الجسد كمان. نعم. يعني الموضوع نعم. ده, ده ده ليه معنى نعم. ظاهر ومعنى نعم. باطن كمان. نعم ولذلك أه؟ قال البعض يعني يعني كل خصم ليه ممكن إن أنا أعالجه إلا الحاقد ده ملوش علاج عندي. مم. الحاسد ده أي حد ممكن تعالجه. تداويه بالتي هي احسن لكن الحاسد لا علاج له ده تحتار فيه الادويه تحتار في علاج الحاسد فدي قضيه خطيره والحاسد مشكلته ان هو الواقع حقده وحسده بيؤلمه بيفتت كبده حتى لو ان الحاسد بي بي بيتاكل من جوه نعم يعني كالنار تاكل بعضها بعضها نعم ان لم نعم تجد ما نعم تاكله نعم يعني في, نعم في هذا المعنى نعم وفي هذا الاطار نعم نسال الله العفو والعافيه مولانا في المنافسه في الطريق نعم عشان يعني ده مرتبط ده منافسه المريدين في الطريق نعم يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم هل المعنى هنا ينسحب على المتنافس في الطريق بين المريدين او المنافسه في الطريق بين المريدين؟ المنافسه بالمعنى أيوة الشريف أيوة المنافسه أيوة كما قلنا أيوة اللي فيه المسابقه ايوه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المتنفسون. وسابقوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى مغفره من ربكم. دا محمود لا شك ها؟ لان ده يعبر عن نفس ابية نفس آآ 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 سامية اما المنافسة عفوا اما الحسد بين المريدين والحقد فهذا مما يخرجك من الطريق اصلا لا تناسب مع الحقد والحسد نعم ولذلك يعني المشايخ عندهم بعض التوجيهات في هذا يقول ايه؟ من ابغض اخا له في الله البغض نتيجه الحسد بقى والحقد أو, او اي شيء من ابغض اخا له في الله صار بغضه من اخيه الى شيخه فان كابر صار بغضه من شيخه الى شيخ شيخه فإن كابر نروح فين بعد صار كده صار بغضه هكذا مع السلسله نسأل الله العفو والعافيه ولا نريد ان احنا نكمل يعني اه دي قضيه في غايه الخطوره لان هذا لان اصل في سلسله الطريق عباره عن تسلسل محبه هذا التسلسل قائم على المحبه سره في المحبه فإن استبدلت هذه المحبه بكراهيه بحقد بحسد بغل انقلبت السلسله بنفس الشيء يعني خطر يعني من ارتبط بحلقه في السلسله ارتبط بكل حلقات نعم السلسله الذهبيه نعم نعم آه نعم فده خطر آه بس سلسله المحبه نعم دي ما دي حلقات نعم آه آه فيقوم في البغض هيصير فيه من اللي هو بيكرهه هيطلع لفوق ما اصل بيربط بينكم حاجه اعلى روحيا اصل الضربات روحي وده منهج وهكذا ودي الخطوره لكن المنافسه ما تشوف انت سيدنا عمر سيدنا ابو بكر سيدنا عمر يقول والله ما اقدم والله ما اقدمت على عمل خير الا وقد سبقني ابو بكر كل ما يجي من حاجه فنوى مره يعمل حاجه ما لا أفعلن اليوم فعله ما يسبقني فيها ابو بكر هو حابب سيدنا ابو بكر وحابب هو هو يعني اه, آه. وشوف المحبه اللي بينهم كانت ايه؟ فلما جه طلع من نصف ماله فشويه ودى للنبي واثنى عليه ودعا له وشويه ابو بكر جاي وحط ماله كله قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله. فقال والله ما عدت اسابق ابا بكر ابدا. وفي حب وفي جمال نعم وفي نعم علاقات نعم. يعني أحرى بنا أن مم. نكون أه ورثة شرعيين مم. لهذه مم. التركة صحبة. الرائعة نعم. مولانا أه ورثة حقيقيين لهذه التركة الحقيقية مولانا الأستاذة جيهان بتشتكي مر الشكوى مم. من هذا الأب حسب روايتها ربما تقول ما بيغرش على أنه يح يسأل على أولاده وساب البيت ومشي يعني ده عايز إيه يعني ده, ده حكمه إيه <applause> والله طبعا يعني آه نسأل الله له الهداية وأن يعود إلى رجده وأن يغار على يعني حرمات الله تعالى على مسؤوليته على مسؤوليته على أهله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولكن <applause> أيضا نرجو ألا يتحول هذا يعني أو يعني هذا الألم اللي موجود عند الحجة اللي بتتكلم بنتنا إلى كراهية أو أيضا حقد وفي ذات الوقت أيضا لا يجوز للأولاد أن هم يكرهوا أبوهم رغم يعني افعل الخير في أهله وفي غير أهله نعم. حتى وإن قصر حتى وإن تجاوز وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما صحيح ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة جاهداك يعني ده بيحاربوك هو مشتركهم وسبب لا ده بيحاربه على ان يشرك بالله ما ليس له به علم فاقول لك ما اه لكن وصاحبهما في الدنيا معروفه فيعني الاولاد لا يجب ولا يجوز ان هم يعني أه يعني يبادلوا ابوهم بما فعل بل يحسنون اليه والله سبحانه وتعالى ببركه هذا الاحسان يصلح الامور نعم و... ونداء اذا ما هذا الرجل انفرق طبعا ان ندق... يعني... يعود طبعا لان اكيد نعم. في حالات مشابهه لا... كتير فاحنا عايزين لا شك طبعا يعني... انه يعني عليه ان يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي الحديث ان الرجل ياخذ مكانه من الجنه بشيء واحد بس انه ربى بنتين وحتى قالوا بنت بنتين او ثلاثه لحد ما قالوا و... و... وبنت و... وبنت ضمن مكانه في الجنه لمجرد انه احسن تربيه بنت واحده فعنده بنتين وامراه فيعني يعني نسال الله ان يلزمه وجده فليسارع الى هذا الخير الى هذا فعلا. الخير نعم. نعم مولانا شكر الله لك ونلتقي دائما على هذا الخير ونمضي قدما في الطريق الى الله بصحبه فضيلتكم والعارفين وعلمائنا الحقيقيين وما تبقى من اسئله سنجيب عليها في الحلقات القادمه ان شاء, إن شاء الله خلص الدكتور محمد مهنا شكر الله لك ونلتقي دائما على هذا الخير اعزائي المشاهدين دمتم في رعايه الله وامنه الى اللقاء